بالنسبه للعمليه راح تمس المناطق اللي راح يتمركزوا فيها ويتجمعوا فيها السكان بمناسبه يعني اضحيه العيد، الاماكن اللي راح تشهد الاضاحي ذبح الاضاحي، بالاضافه الى مداخل العمارات. والعمليه كما راكم تشوفوا راهي تتم بواسطه يعني وسائل وعمال تاع بلديه سيدي موسى، مع ايضا مؤسسه عمال مؤسسه اكسترانات، في حين انه مؤسسه اسروت راهي تتكفل بعمليه التطهير في الاماكن الضيقه في هذه المناطق. بمناسبة عيد الأضحى المبارك سطلنا وبالتنسيق مع جمعية شهيد جعدي محمد مبادرة لتنظيف وتعقيم وتزيين الحي، اللي شملت عملية الكنس ورفع الأقلبة وبعض بقايا النفايات الصلبة والهميدة. اليوم هذه المبادرات كذلك تندرج في إطار عملية التعقيم والتطهير اللي راح مسطر على مستوى بلدية الأربعة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك قامت جمعية شهيد جعدي محمد بمساهمة جمعية الشباب لحماية البيئة بحملة تنظيف وتعقيم للحي هذا. احنا نطلبوا إن شاء الله من كل الجمعيات أنهم يكونوا الأحياء تاعهم كامل نظاف، وإن شاء الله يا ربي الحملة هذه تجوز بخير إن شاء الله. وراكم تشوفوا باللي كل الشباب وحتى الكبار في السن خرجوا للحملة هذه.